السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم خواتاتي، كي عيدتو مزيان؟ شبعتو شي شحومات وشي لحم؟ بصحتكم وراحتكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الرجلة ديال الحولي، كما كتشوفوا راني قلعتها بهذه الطريقة، وبغيت ان شاء الله غادي نشاركها معكم العشاء ديالنا. عليها ما درت لا تقديم لا والو، داكشي جا بالزربه، وقلت ماشي مشكل نتقاسم معكم هذا العشاء. هاد الرجله هكا قلعتها، وغادي ان شاء الله غادي نشرملها ونديرها في الفران، واختي غادي توجد لنا واحد الحريره بخدمه يدها، كتجي زوينه وانا عارفاها، حتى هي حادقه وعندها داكشي متول، وان شاء الله غادي نشارك معكم العشاء ديالنا وتشوفوا معايا الطريقه ونتقاسم معكم وصافي. داكشي عفوي غادي ندير معكم. المهم هنايا عندي هاد الرجلات هادو، هانتوما كما كتشوفوا راني قلعتهم بهذه الطريقه. غادي نشرملهم بالعطريه والقزبر والمعدنوس، المهم داكشي العطريه اللي كتكون متواجده عندكم في الدار، وديك الساعه نغلفهم ونديرهم في الفران. دابا على بركه الله غادي نجيب واحد الطبسيل فاش غادي نخلط الشرموله. هنا كما قلت لكم اختي راه كتوجد لنا الحريره، قلنا حيت دابا راكم عارفين في العيد كيكونوا العائله كيتجمعوا، كيجيو كاع العائله تبارك الله. دابا حنا تبارك الله مجموعي، وقلنا ان شاء الله غادي نديروا هاد جوج رجلات هادو، وانتم الا بغيتوا ديروا وحده ديروها، وحنا رحنا درنا جوج على حساب العائله ديالي، وغادي نزيدوا الحريره وان شاء الله غادي يعجبكم هاد العشاء ديالي. المهم بسم الله غادي نجيب اول حاجه هي القزبر. المهم البنات انا غادي ندير معكم هاد العشاء عفوي، واخا الظلام راني دابا دايره الفلاش، وغادي نصور معكم عادي كل بساطه وكل عفويه. هنايا عندي القزبر راني طحنته شحال هادي ودرتو في الفريكو، راكم كما كتشوفوا راه كيبان متلج. بسم الله اللي بغى يديرو طريقه ولا هكا متلج ماشي مشكل، راكم عارفين حنايا المغربيات ضروري كنقطعوا القزبر سيمانه، كل سيمانه كنجيبو جوج ربطات ديال القزبر ولا ثلاثه ولا على حسب، وكندير شي تسمي بازيل. هذا ازيل ديال البلاد ياك، لا يعطيك الصحه صافي. المهم كما قلت لكم هذا القزبر هذا راه كنديروه كنقطعوه ونديروه في الفريكو، حنا معروف علينا هذا الشيء. انت زيدي شويه هكا يدك هكا باش يبان كل شيء. وعندي الحامض. المهم نبدا بالعطريه، الا نسيت شي حاجه في المزرعه كريني راه ما نعرف. المهم بسم الله، هنايا عندي الخرقوم، ما راه طحنا الخرقوم هنايا، هنايا العطريه قال لك كلها مخلطاها الابزار والخرقوم، ما هكا كدير العطريه كتنقيها عليها وتطحنها بيدها، كطحنها مع بعضياتها يمكن. واه المهم هنايا الخرقوم والابزار والسكينجبير مخلطاها مع بعضياتها. غادي ندير واحد جوج معلقات مزيان كبارين لحقاش خاصهم يتشرملوا مزيان، وندير الملحه وكنزيد تقريبا بصح نزيد على حساب الكميه. دابا انا ما عارفاش الكميه واش غادي تقدني ولا لا، جوج ما كافينش، جوج معلقه زيدي واخا. المهم هانتوما راني دابا في دار الوالده ديالي، راني كنقدم لكم هنايا هاد العشاء من دار الوالده ديالي. هنايا الملحه عاوتاني على حساب الذوق، وغادي ندير الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر انا كنت غادي نجيب الخردل حتى هو كيجي زوين، اولا المطارد كيجي واعر ولكن ما لقيتوش. كعرف دابا المحلات اغلبهم مازالين مسادين. وهنايا عندي الفلفل الحار، هي الفلفل الحار هذا ما خصكمش تكثروا منه بزاف، ما عرفتش واش حار بزاف ولا لا. المهم ديروا عينكم ميزانكم في اي حاجه بغيتوا ديروها، ديروا في العطريه عينكم ميزانكم. ندير الكمون في المصره، ديري شويه ماشي ضروري كنديري، واخا على حساب الشرموله كل واحد وشنو كيدير. غادي ندير الكمون شويه وصافي، وغادي ندير القزبر اليابس كيجي في اللحم رائع بزاف. هذا ما تنساوش كاع ملي تجيو طيبوا اللحم ديال العيد ديروا هذا القزبر اليابس، راه كيجي رائع بزاف. غادي ندير واحد جوج معلقات صغارين بحال هكا. دابا راني جبت الزعتر راني نقيته، هذا الزعتر غادي نحكو شويه بيديا هكا باش يطلق البنه ديالو مزيان. حتى الا كانت عندكم ديك الزعتر حتى هي كتجي زوينه في اللحم، كنحكو انا بيديا هكا باش كيطلق البنه ديالو مزيان، النسمه ديالو كيطلقها مزيان. بحال هكا صافي. غنجيب الزيت البلديه غادي نديرها حتى هي واحد تقريبا نص كاس، نزيد شويه مزيان لحقاش راه ما عندي جوج ديال الرجلات. وشنو بقى لي؟ الحامض نعصرها كامله، هاد الحامضه غادي نعصرها لكم كامله.
انا واختي راح نبداو زين في هاد الكوزينه مزدا حسين. صافي غادي ديري فوق البوطه الحريره ياك فهمتي. صافي باقي ما قومتهاش. كما قلت لكم دابا راني كنشارك معكم العشاء، العشاء ديالنا راه دابا العائله كامله مجموعه. حنا في العيد ديما كنتجمعوا، مره عند هذا مره عند هذا، مره عند خالتي مره عند خالي مره عند خويا، هكا حنايا كندوزوا العيد ديالنا. ضروري كنمشيو عند بعضياتنا، وكما كنقولوا حنايا هنايا في البلاد كنقولوا ضروري ناكلوا، كل واحد ناكلوا من عنده العيد ديالو ندوقوا ضروري. وهكا العيد بصراحه كيجي زوين والله. دابا حنايا مشينا عند خالتي وتعرضنا عندها، كلينا عندها العيد كما قلت لكم كندوقوا العيد ديالها، وهما عاوتاني جاوا باش يذوقوا العيد ديالنا. احنا مجموعين هنايا كاملين ان شاء الله غادي نتعشاو مع بعضياتنا، وان شاء الله يا ربي يطلع هاد العشاء زوين ويعجبهم. الحامض ديروا بزاف الحامض، حاولوا ديروا حبه كامله عصروها، اولا حبه ونص ولا جوج حبات، لحقاش هو كيفتي اللحم وكيخليه يجي بنين في المذاق ديالو. صافي يعني انا سبقت حريتي. صافي راكي درتي، شوف هاي 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 داكشي كيشهي. نسيت حتى حاجه، نزيد هاد الضامه ديال الزعفران، الزعفران الحر. درتي شويه ديال السمن كيجي زوين في الحريره. حنا عندنا السمن ديال البلاد، السمن مخلط بالكليله. هنايا هاد الضامه ديال البنه ديال الزعفران غادي نديرها كامله. حتى الا كان عندكم الزعفران الحر ديروا واحد الشعيره في الماء سخون وديروه. صافي هادشي اللي كاين. هادو بالنسبه لهاد الازير راه ديال البلاد ديال رشيده، ما غاديش نديرو، ما غادي نقطعو ما والو، منين غادي نديروه من الفوق. سلام تحطي الورق ديالو كدير الورق ديالو عليها هكذا بصح. يسربي عليهم، يسربي عليه شويه. باش كتجي بصح. هذا كيديروه في الدجاج ولا في اللحم كيجي جديد كينسب. وكثر هذا اللي خضر جديد رائع، هذا ديال البلاد، هذا راه البلدي. صافي نخلطهم مزيان هكذا. صافي غادي نبدا دابا انا نشرم مزيان. اجا ما تثقبتيهمش؟ لا حتى نشرم الاول. تقبي مش تدخل مشرم صح؟ لا تقبيهم. قلت انا زعما حتى نشرم العاد نتقم. يلا جيبي لي شي قطيب ديال الشوا بس تدخلهم الشرم ولا الداخل. جيبي لي قطيب ديال الشوا شام. سير ماما بلاتي سير. تقبي انت هي صراحه الموس واقيلا ماشي القطيف، هذا الموس. شوف الموس يكون ناضج، هو كيتقب باش كتدخل فيه الشرمول مزيان وكيدخل فيه الطياب. هاك كتقبي مزيان وانا ندهن باش يتحشى. كيمكن داك يتحشى غير العظم، ما كاين البلاصه اللي فيها العظم ما كيدخلش فيها. صافي هنايا راه تقبات اختي مزيان. ها انتم كما كتشوفوا راه ما باينلكمش يمكن تقابي، ولكن دارت عليه كامل تقباتو بالموس باش تدخل فيه الشرموله في نفس الوقت يدخل حتى فيه الطياب. غادي نشرمو بحال هكا. هي كثر الشرموله راه كتجي زوينه وبنين، ولا لقيتو داك المطارد ولا الصوجا راه كتجي حتى هي زوينه. صافي دابا غادي ندوز للثاني. انا دابا شرملتو في نهارو، غادي نطيبو في نهارو، ولا بغيتو يزيد يعطي بنه كثر شرملوه بالليل ولا غد ليعه طيبوه. هكا كتدخل فيه شرموله كثر وكيجي بنين كثر. انا مع راني غادي نديرو دابا العشاء، ما صلحليش نبيتو الشرموله. صافي كما كتشوفوا راهم شرملين بجوج بيهم، نغسل يديا ونكمل معاكم الخدمه. هنايا راني جبت لاطا ديال الحديد اللي كتدخل في الفراغ وغلفتها هكا بالورق ديال الالومنيوم كما كتشوفوا. درت غلفت مزيان هنايا في الوسط وخليت هاد الجوانب هذا باش منين ندير ان شاء الله الرجله غادي نقلبهم هكا ونغلفهم مزيان. وغادي ندير حتى الورق ديال الطاق، لحقاش الالومنيوم ماشي مزيان يجي ديريكت على اللحم، راه هو مضر بالصحه هادشي اللي سمعت. بحال هكا غادي نديرو ونستفر الرجله ديالي بحال هكا
نزيد هذا في الزجوج هكا اللهم بارك وزيد في ذلك. داكشي كيبان كيحمق واحد الريحه دايره في الكوزينه مع الحريره مع هاد البنه ديال الزعتر والريحه ديال الازير. داكشي ما نقولكمش رائع بزاف. نزيد هاد الحامض هذاك الحامض اللي كنت عصرته راني قطعته دوائر هكا كنت تبعو هكا من الفوق. راه الفيديو كيبان فيه صداع لحقاش العائله راه مجموعه وبنتي راه فرحانه بالعائله راك عارفين الدراري الصغار ملي كيتجمعوا. دابا غادي نزيد هاد الازير من الفوق بحال هكا باش كيجي بنين. غادي نحل هكا وصافي. وغادي نزيد هاد الورق ديال الطاق نغطي بيه بحال هكا هكدا يعطيني الصحة وصافي. غنشكر راسي شكر راسي هانتوما. وغادي نقلب هذا بحال هكا باش يتغلف مزيان. خاص اللحم ملي تبغيو طيبوه في الفران لمدوه مزيان في الالمنيوم ما يخرجش النفس يبقى في اللحم باش يطيب لكم اللحم ضيق. ما غادي نغلفوه غادي نزيد عاد الالمنيوم من الفوق باش ما ياكل هكا. وغادي نغلف عاوتاني الجبن هكا ندير واحد الشويه بحال هكا. المهم دابا غادي ندخلو الفران راني شعلتو من قبل دوزو معايا تشوفو شعلتو نقصتو شويه خليوه ناقص شويه باش يطيب لكم دغيا. بسم الله دابا غادي ندوزو الفران راني شعلتو نقصالو شويه. بسم الله راني نقصتلو ونخليه يطيب على خاطرو مدة تقريبا جوج ساعات أو جوج ساعات ونص عاد غادي يطيبو هاد الرجلات. المهم بقاو معايا وتشوفو ان شاء الله الشكل النهائي. بسم الله شوفوا الرجلة ديالنا فين وصلت.